تحياتي للجميع. أنا سؤالي هو كالآتي، يعني وطبعا معروف جدا إنه اجتماع المجلس الوطني اللي تم في شهر 11/2012 ما خرج إنه تشكيل اللجنة التحضيرية بالشكل الواضح يعني من قبل المجلس، لكن اللي بنسمع إنه أدى الصلاحية للمكتب التنفيذي. هل يا ترى أنه المكتب التنفيذي هو اللي حيشكل اللجنة التحضيرية؟ وكيف أنه حتشكل اللجنة التحضيرية؟ هل من التنظيمات اللي في القوى السياسية اللي موجودة في المجلس الوطني، أم حتكون أنه خارج المجلس الوطني؟ يعني في منظمات مجتمع مدني تأسست ما بعد 2011 ما بعد مؤتمر أواسا، وفي أحزاب سياسية ما خشت في مؤتمر أواسا. هل حتكون مشاركة في المؤتمر في اللجنة التحضيرية القادمة؟ ده سؤال واحد. السؤال الثاني، في سؤال واضح إنه بيأتي للكل من قبل الجماهير، إنه وكان إنه في إحدى الندوات السابقة إنه شاركوا فيها أحد الناس اللي كانت أو أعضاء اللي كانوا مشاركين في مؤتمر أواسا، بيذكر إنه شخصية بارزة هو نائب رئيس المكتب التنفيذي ما شارك في المؤتمر بتاع أواسا، وفرض من قبل أسوبيا اللي هو اسم اللاش نائب الرئيس المكتب التنفيذي، فرض من قبل أسوبيا. في الكلام ده طبعا يعني عاوز تصحيح، وكثير من أعضاء المجلس كانوا موجودين يسمعوا الكلام ده وما نفوه يعني. يعني إذا كان الجماهير بتسمع الكلام ده فحيكون إنه إشكالية في مصداقية المعارض، يعني قرارات تفرض عليه، يعني الناس تحضر مؤتمر وسوف تفرض انه تقاعد واحد انه او تفرض شخص معين انه يكون نائب رئيس او نائب رئيس مجلس والمايكروفون. شكرا تكرريت دلتا ليما، ممكن تاخذ المايك. مساء الخير، لو انا مسموع ادوني واحد واحد. هل انا مسموع؟ طيب، في البداية انا ارحب يعني بالاخ ابو همام رئيس المكتب السياسي للتحالف، و اتمنى له برضه ان يتوفق في المهام الجديد. الحقيقة انا يعني حبيت أشارك إنه خلال الأسبوعين اللي فاتوا موضوع الساعة هو التحالف والمجلس، المجلس والتحالف وكذا النقاش. وأنا أشكر يعني الغرف والمنتديات اهتمت بالموضوع ده، والناس تسلط فيه أضواء، فدي كان مناسبة جيدة برضو، عدد كبير من أعضاء المجلس والتنفيذية يكونوا موجودين في الغرف ويناقشوا والناس تحاور. أنا أشوف هذه ظاهرة جميلة ويمكن توصلنا إلى الحلول. واضح إنه نحن عندنا مشكلة في المعارضة وخاصة في المجلس الوطني وكده، لكن أنا شايف صراحة من خلال المتابعة والمناقشات اللي حصلت إنه الناس زي بعيدة من الخلل، قاعد تفتش السبب في ما مكانه. يعني انه والله انه الناس يقول والله هو السبب، انه هو التحالف او هو المجلس او هو شنو، ما قاعدين يركزوا في الاسباب الحقيقية. يعني غير كده انا شايف برضو في تدليل متعمد، وانه الناس دايرة تخلي الناس يعني تلف حلقة مفرغة. يعني انه انا شخصيا ما سمعت اي جهه سياسيه قالت انه او الفرد او زول قال انه والله يا اخي التحالف ده يحل نفسه، ما سمعت الكلام ده. نحن اول ناس في الشبكه الإريتريه للحوار الوطني والان في نقول يا اخي ما عايزين راسين، ده اللي قلناه. يعني راسين مرفوض، اما
كقوة سياسية كأحزاب تكون موجودة تكون مساهمة هي اللي صنعت هذا، ده صحيح. حتى الكلام اللي قبل شوية كان بيقوله الأخ إبراهيم ورد عليه إزاز، إبراهيم ما قال إنه التحالف ده يحل نفسه أو قروش يديها، لا ما قال كده، قال الناس لازم إذا كان هي دي المزلة فعلا لازم تدفع القروش. هذا المجلس مكون من 40 تنظيم ومكون من 60 منظمة مجتمع مدني، إيش يقدموا لهذا المجلس؟ هل هم قاعد يقدموا حاجة؟ يعني نقول لازم يقدموا إذا كان الناس عايزة تعمل وتشتغل، إنه بدون فلوس ما في زول يقدر يشتغل يعني. وإذا قدموا له والمجلس ما قدر يشتغل الوقت ذاك، والله الناس تعرف. نحن قاعد نقول بس الناس تقدم لهذا، إذا هم كتنظيمات إذا هم كمنظمات، بس 40 تنظيم لو دفعوا في $1000 دي 40,000، 60 مجتمع مدني لو دفعوا في $500 دي كم من القروش دي ما تمكن المجلس إنه هو يشتغل. فبالتالي خلونا يعني نشوف الأسباب في مكانها الحقيقية. ما في زول قال المجلس بقى عاير، ما في زول قال المجلس التحالف يحل نفسه. أنا ما شايف هم المجلس والتحالف هم لتسمية لحاجة واحد لحاجتين تسمية واحدة يعني. ما 60% من المجلس ده هم التحالف يعني، قيادة المجلس ده ما هم التحالف يعني. نحن حتى زمان قلنا برضو قلنا في خلل، واحد من الخلل انه المجتمع المدني المفروض ما يجي في القياده السياسيه للمجلس هذا، يكونوا موجودين في المجلس، خلي القيادات السياسيه تصدر الاحزاب، ما في حد عمل بها. ما ممكن احزاب مطلبيه بتاعت قوميات وقبائل تصدر عمل تنفيذي، قلنا ديل ممكن يكونوا في المجلس، ديل هم موجودين في التنفيذيه، ده واحد من الخلل. اثنين، ناس ما عندها كفاءات جايه بمحاسسات، دي ذاتها واحده من السبب اللي ما مشى به العمل بتاعت المجلس. ليه ما الناس تفتش الاسباب الحقيقيه بدل ما تجي تلف وتقول والله ده هو المجلس وده هو شنو مش عارف ايه، وقالوا هو بقى العائق وهو حلوه، ما في زول قال حلوه. التحالف ده هيستمر كتنظيمات، من حقه يتحرك. الناس احيانا تتعمد تخلط المسائل، تقول والله ما هذه الاحزاب السياسيه مشت تتحركت وعملت، الاحزاب السياسيه من حقها تتحرك. نحن قلنا بس ما يكون في مزلتين، ما يكون في راسين، وده الليله قلناه، امس قلناه، الليله حنقوله وبكره حنقوله، يعني راسين ما في، لكن التحالف يكون موجود يشتغل ويعمل وهو فعلا يعني هو يكون عنده دور كبير، وهو اللي له السلطه. الأحزاب السياسية هي المفروض تقود العمل السياسي، ده قلناه ونقوله الآن برضه يعني. بعدين أنا أسأل يعني هل السبب هم يعني أفراد؟ يعني إذا كان تغير دكتور يوسف أو تغير طقة يونس المجلس ده حيمشي يعني؟ ما ده تدليل يعني. الإشكال موجود في السيستم. السيستم إذا ما تغير، لو جبنا فلان أو جبنا إزاز أو جبنا إسماعيل ما حيتغير المجلس ده، ما حيمشي لقدام. وبعدين يعني صراحة يعني ليه يعني هل هو ذات التحالف ده ليه متمسكة به اثيوبيا؟ لو اثيوبيا كان ما متمسكة به كان حيكون موجود التحالف ده؟ ما ده حقيقة يعني، ليش نحن نلف وندور يعني؟ الاثيوبيين متمسكين به وعندهم فيه مصلحة، نحن برضو ما عندنا مشكلة، لكن نحن رأينا واضح، ولا نقول ده رأيي الآن، انه ما يكون في رأسين. اما يكون موجود ويكون يشتغل ويكون يعمل يا ريت يعني. واتمنى انه زي ما قال الاخ الان، انا كنت اسمع كلام جميل من الاخ ابو همام، انه فعلا الاشكاليات دي تكون انتهت والناس تشتغل. وما دي حاجات واضحه انه نحن اليوم نحسد نتائج بتاعت المؤتمر والاخطاء بتاعت المؤتمر، ونحن يعني كنا نقول الكلام ده، والاخوان اللي هم بالذات نحن هنتكلم عن بريطانيا، ليه حاصل الفشل في بريطانيا؟ ليه الجماهير ما تفاعلت مع بريطانيا؟ ما عشان حصل إغساء وحصل كل شيء، والناس اللي عملوا العمل ده موجودين هنا في الغرفة دي يعني. نحن ما عايزين نتكلم يعني في المسائل دي، ما هم ده ذاته جزء من الإخفاق يعني. فخلونا نرجع نصلح العمل ده ونشتغل مع بعض، أما ما نحاول ندلل الناس، والأخطاء هي واضحة ومعروفة وفي السيستم موجودة وفي التركيب موجود، وإذا ده ما تغير حتى لو عملنا مؤتمر ما حيتغير. مؤتمر هو انعكاس لحالة موجودة، مؤتمر ما يغير شيء. مؤتمر يجي إذا كان الحالة هي فعلا متعافية يجي بنتائج متعافية. فخلونا نعمل طريقة صحيحة عشان نعمل. أما الاتهامات والتشكيك وأنه والله ناس جو من النظام ومش عارف إيه والكلام الفارغ ده، سيبوه. الناس اللي جات من النظام ولا اللي تعارض حتى آخر يوم اللي يجي هو عنده حق، وهذا إريتريا يعني. وخلونا ما نزود على بعض ونشتغل مع بعض،
وناس كويس ذات انه تجي وتناقش مشاكلها وتتحاور. وانا لكن لحد الان انا اعتقد بعيدين من تشخيص الاسباب، والاسباب كثيره، واذا ما عالجنا الاسباب العمل ده ما حيمشي لقدام. وشكرا، والمايك فري. شكرا دلتا نيمة، وأترك المايك لأستاذنا أبو همام لإجابته لأسئلة المتداخلين. تفضل أبو همام. صوت مسموع؟ مسموع يا أستاذ. جدا. أولا أشكر الأخ دريساي، الأستاذ دريساي على مداخلته، وكذلك الأخ عبد الرحمن ياسين والأخ تكريريت. في الحقيقة كان في سؤال بيقول كيف تشكل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والإجابة على هذا السؤال في الحقيقة التشكيل طبعا يكون عبر رئاسة المجلس والمكتب التنفيذي للمجلس، والتفاصيل ستكون عبر المجلس وليس التحالف. وبالنسبة للسؤال الثاني، في الحقيقة الأخ دلتا ولا في الحقيقة كلامه كان أول صوته أوضح دلتا صوته ليما. من هنا. أشكر دلتا دلتا ليما، ليما. دلتا ليما، أيوة صوته كان واضح جدا، وفكرته أيضا وصلت واضحة، وهو ركز على مسألة الرأسين. وفي الحقيقة أنا أشكره على وضوحه، ونحن كل ما كنا واضحين كل ما وصلنا للحلول إنه نضع العلاج المناسب للمسألة اللي بنتكلم فيها. مسألة الرأسين دي طبعا اتكلمنا فيها كتير يعني، وهي مسألة أنا أراها يعني مسألة قد تكون يعني هي إشكالية أحيانا مصورة في رأسنا، أما في أرض الواقع أنا زي ما قلت قبل ماذا أرجع للمسألة دي بالنسبة لمسألة الرأسين. وعموما إن شاء الله ربنا يعني يخلصنا، ويكون المؤتمر الجاي مؤتمر تشترك فيه كل الناس وينجح، وتكون مظلة قوية وتقنع الشعب وتقنع الشارع المعارض كله، ونتخلص من كل الرؤوس وليس رأس التحالف فقط، وإنما يكون ما عندنا إلا رأس واحد هذا ما نعمله. وهي فكرة جميلة برضه، هو تطرق انه نحن ليه ما نتبرع كلنا ومنظمات المجتمع المدني وغيرنا وغيرنا، حتى انه نسد العجز المادي اللي بيشتكي منه المعارضين دائما. كلام جميل جدا، انا ارجو ان يجد طريقه لتنفيذ ونطلع من طور الاقوال الى طور الافعال فيه ان شاء الله. بالنسبه للتنفيذيه لا ينبغي ان يدخلها منظمات مجتمع مدني وكده، ودي برضه مساله الناس قد تتفق وتختلف فيها، لكن انا ارى صراحة الأخ قد يكون معه جانب كبير من الصحة، لأنهم مشغولين جدا وما فاضين زي السياسيين وكذا وكذا، وهذا الكلام طرح من قبل، لكن أرجو أنه نحن برضو نخضعه للكثير من المناقشات حتى نصل فيه إن شاء الله إلى حلول مرضية ترضينا جميعا. ولا شك هذا النقاش برضو مفيد، والواحد لما يقول رؤيته واضحة كده بتجد طريق وأيضا قال القضية ليست أشخاص، وهذا كلام صحيح، ونحن ذاتنا ما تكلمنا في الأشخاص ولا ذكرنا أشخاص، وهو ذكر يعني مثلا دكتور يوسف. دكتور يوسف رجل نحن نحييه من هذا المكان، ورجل يعني خلوق ورجل ممتاز، وما عندنا يعني احنا ما كنا نتكلم أبدا عن الأشخاص، وإنما لما شخصنا المجلس وبينا إنه عنده عجز في الميزانية، عنده عجز في الأفكار، عنده عجز في السيستم، هو الأخ الآن برضه ذكر إن المسألة في الأشياء ما زال المجلس فيه تناقضات، المجلس ما زال يطلع من جلساته وبعد ذاك الناس يختلفوا في مخرجاته إلى أن تجي الجلسة الأخرى، المجلس ما زال فيه إشكاليات حقيقية. الآن نحن مختلفين اختلاف كيف نقيم هذه الفروع، وما زلنا منذ ان انشئ هذا المجلس متفقين ما اتفقنا فيها لحد الان. والذي اتقد تشود بهذه اي ما زالت تاتينا الرسائل الان، هذا في اوروبا عندهم راي، في السودان في راي، في اثيوبيا. فعشان كده انا برضو مع الاخ في انه السيستم ذاته فيه مشكله، لكننا ابدا ما تكلمنا في الاشخاص، وما نتكلم ادبا في الاشخاص، نحن نقدر
نضال الناس وأقدمية الناس ومكانة الناس، ولكن المسألة هي في النهاية ليست أشخاص، الأشخاص يذهبون، وإنما ينبغي أن نرسي قواعد ثابتة منهجية نمشي عليها ونستطيع أن نقيم بها عمل معارض فعال. هذه هي المسألة التي يتكلم فيها الناس، وليس أشخاص أو يذهب هذا أو يأتي هذا. هذه كلها ما إشكالية يعني، وإن كان الناس بقوا يزاودوا في هذه المسائل وأشياء القبليات والجهويات والتنظيمات وكلها شغالة في هذا الاختبار، لكن أنا أرى في النهاية زي ما قال الأخ يعني دلتا ليما، هو إنه المسألة ليست مسألة أشخاص. أنا أوافق في الحقيقة موافقة تامة في هذه المسألة، فنحن علينا أن يعني نعمل يعني لوائح نحترمها، وأن نعمل نظم نحترمها، وأن تكون واضحة، وأن لا يتم يعني بعد ذلك استغفال الناس والتجهم على هذه والتغيير فيها وغير ذلك، كما حصل الآن. هذا الكلام يعرفه الأستاذ دريسال، الأستاذ علي حمد السعيد وغير ذلك. أنا شفت وثيقة قبل أيام هم قالوا إنها ما كانت كده، ثم حصلت فيها أشياء، وهذا الكلام موجود ومنشور. أنا ماذا أرجع لهذه الأمور، لكن ما يعيق المجلس هو في نفسه، وهو في مؤسساته، وهو في وسائقه، وليس وهو في لوائحه، وليس في يعني رأسين أو ثلاثة رأس كما قال الإخوة. وللحقيقة أن التحالف لا يعني يخرق لائحة من لوائحه أو وسائقه، لذلك نحن نرى أن المجلس نرجع ونغربل الوسائق ونصلحها ونتفق عليها، ثم لا نغيرها بعد ذلك حتى لا يأتينا ما يأتينا من مشاكل. أما الأشخاص فنحن نحترمهم وسنظل نحترمهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس هذا مكان مزاودة أو خلاف. وأما الإخوة اللي يقولوا هذا جاء جديد وهذا جاء من وين وهذا نزل بالبراشوت، وكما قال الأخ هذه كلها مزايدات لا معنى لها. نحن هذا النظام لو جانا منه أي شخص في هذا اليوم وهو مقتنع أنه نظام فاسد، وكان والأمس هو يقتنع أنه نظام صالح، نحن نستقبل هذا الأخ ونعمل معه. وهذا أيضا من إيجابيات المعارضة. الآن يعني كنت ظاهر في دور الشباب، كنت بقول أنه يعني نحن الشباب ناشدهم أنه يعني يطوروا شغلهم وحراكهم إلى كيانات فئوية منظمة وكذا، ويشوفوا دورهم وفي معالجات إن شاء الله للأخطاء اللي كانت حاصلة وكذا. وبعد ده كنت بتكلم في بتاع أستاذنا، أستاذ الأخ دلتا ليما، اللي هي كلامه يعني وافقناه في القضايا اللي اتكلم فيها بوضوح، والوضوح هو دائما الحل الأمثل للقضايا. ومعاكم الميكروفون يعني، أشكركم. جبهة الإنقاذ والحزب الديمقراطي، حزب الشعب الديمقراطي، كيف الحوار معهم وإعادتهم وإعادة عضويتهم في التحالف للقيام بدورهم الوطني وتضييق فجوة الخلاف للقوى السياسية حتى تكون المشاركة في المجلس الوطني بطريقة أفضل؟ أستاذ أبو همام لا تسمعني؟ هذا السؤال. نعم، السؤال عن جبهة الإنقاذ انسحبت من التنفيذية ولا التحالف ككل، كذلك من قبل حزب الشعب الديمقراطي. هؤلاء الكتلتين سياستين موجودين في الساحة، هل هناك من مساعي لإعادتهم لصف المجلس التحالف الديمقراطي حتى أنه يشاركوا في المجلس الوطني بطريقة أفضل؟ يعني بدل ما يكون عندنا كتل سياسية اتفضل، وعايزين نعرف المساعي في هذا الاتجاه. المايك لك. شكرا. مسموع الصوت؟ الصوت مسموع؟ اوكي طيب. في الحقيقة التنظيمات مثل التنظيمات التي يعني خرجت بمحض إرادتها من التحالف، أنا في رأيي ليس هناك ما يمنع أن تعود إلى التحالف، لأن التحالف هو مظلة اقتنعت بها يوما من الأيام بأسسها وبمبادئها، ولم نسمع أنها هذه التنظيمات التي خرجت اختلفت مع التحالف في مبادئ وفي أسس وفي
القضايا الوطنية الأساسية. فلذلك أنا أرى يعني إنه الباب مفتوح، وهي من ضمن التنظيمات التي بنت هذا التحالف وأرست يعني القوانين فيه والمواثيق والعهود. فأنا أرى بالنسبة للتنظيمات التي ذكرتها مثل الإنقاذ ومثل الشعب وكذا، ما في أي مانع. يعني هذه رؤى ولا مشاحات في الآراء، رأوا إنه في فترة من الفترات في عوائق ما بتخليهم ينطلقوا في العمل فخرجوا، والآن لو رأوا والله إنه العمل، ونحن نرى أيضا في التحالف الآن إنه الفرصة مواتية، إنه الناس تتفق وأن الناس تتقارب وأن الناس تتضافر جهودها مع بعضها البعض. فما أرى أي يعني غضاضة أو أي إشكالية في هذه التنظيمات، لأننا حتى عندما خرجوا ما سمعنا أنهم يعني رأوا أنهم أهدافهم تتغاير مع أهداف التحالف أو تتباعد، أو أن لهم رؤية غير رؤية، ما سمعنا بهذا. ولذلك هي رؤى للأسف المعارضة كلما يعني أمل الشعب فيها وكذا تأتي وتتفرق ثم بعد. فلذلك نحن الآن نأمل ونمد أيدينا لكل هذه التنظيمات. أنا صراحة ليس لدي أي مانع من كل هذه التنظيمات التي ذكرتها، في أي وقت شاءوا متى ما أرادوا أن نجلس أن نتحاور أن نتفاكر. ما يعني شد فيه الناس بالأمس يستطيع أن يتفهموا فيه اليوم، والآن المرحلة مرحلة خطيرة والشعب يمر بمراحل أصعب وكذا. فلذلك نناشد الجميع نحن بأن نجلس مجالس ونتحاور بكل وضوح، وحتى نصل إلى مشتركات، والمشتركات التي تجمعنا أكثر وأكثر من الأشياء التي تفرقنا. ولذلك أنا أرى الباب مفتوح بالنسبة لهذه التنظيمات التي خرجت بمحض إرادتها. أما تنظيمات أخرجت لأنها يعني تلاعبت بثوابت الشعب وثوابت الأمة، هذا موضوع آخر. لكن التنظيمات اللي أنت سألت عنها ما في خلاف جوهري أنا أرى يمنع أن نلتقي وأن نعمل نحن وهم سويا. فلذلك نمد إليهم أيدينا في هذه الفترة بأن نتحاور وأن نجلس إلى أن نصل إلى يعني بر الأمان بهذه المعارضة إن شاء الله. سؤال، انا ما اعرف لسه، يعني انتم ما عندكم مساعي، منتظرين يجوكم هم يعودوا بطلب للانضمام، اليس كذلك استاذ ابو همام؟ يعني تنتظرون لا عودتهم؟ ماذا نفهم، افهم ماذا؟ يعني انتم ما عندكم الصوت مساعي من اجل اعادتهم الى حظيره التحالف؟ ولا مسموع. مسموع؟ نعم ايوه. هل تريدون ان ياتوا بطلب للانضمام للتحالف، ام هناك مساعي من اجل اعادتهم؟ السؤال كده كان، عندكم مساعي ولا ما ايوه في يا استاذ الله؟ والله طبعا حظيرة دي انا ارى انه نجرها، لانه لما تقول حظيرة يمكن ما يجونا، لانه الحظائر دايما الناس يستعملوها يعني في البتاعات ويخطوا فيها. فنحن خلينا نقول مظلة او الكيان بتاع التحالف. عموما نحن عندنا لا شك مساعي، وان شاء الله سبحانه وتعالى نحن هنكتب لكل هذه التنظيمات، وسنتصل بمن نستطيع ان نتصل به، وهم ايضا لو اتصلوا بنا ما يعيب ذلك. يعني انا اقصد الاتصال يعني ببعض، سواء كان نبادر ان احنا يبادروا هم، ما كلنا كتل سياسية وكلنا تنظيمات كده. لكن احنا يعني ان استطعنا ان نذيب هذا الجليد الذي بيننا وبينهم، وان يعني تكون هذه الكتلة كتلة التحالف قوية، و يعني وهم يقووها اكثر وكذا وكذا، فالحمد لله. ما استطعنا هذا برضو ان احنا عشمنا، ما حنقطعه في اننا ننسق بين، بدل يكون في تنافر وكذا يكون في تنسيق، ونقول في شكل مظلة تنسيقية. وقد كتب التحالف قبل هذه الدورة، انا اطلعت على كتاباته لبعض التنظيمات، ولكن هي ما استعجلت في الرد او ما جاءت الي وكذا. لكن احنا حنعاود الاتصال بالاخوة، والان في بعض الخطوط فتحت ابشرك يعني. لكن يعني نحن ما دايرين نتكلم يعني في الاشياء قبل ان نفعل شيء، لكن في يعني هسه مساعي، في جلسات حصلت، في يعني وعود، في اخوه يعني عندهم نقص في قيادات ما وصلت بعضها وكذا، وفي حاجات يعني في مبادرات جاده مننا، ونحن ده من اولوياتنا ان شاء الله في هذه المرحله باذن الله. وهم كذلك نناشدهم عبر غرفتكم هذه وعبركم وعبر كل الاخوه، انه يعني نحن كلنا في عمل بتاع نضال، وفي عمل انه نحن ننقذ هذا الشعب. فما في
انا ارى ما يمنع انه يجونا هم نجيهم ان احنا. المهم انا اقصد الان حتى نتحاور حتى نجلس الافضل والاحسن والاسرع هو الذي يعني له ان ياخذ بزمام المبادرة، لكن نحن اقصد انه نياتنا وايدينا وقلوبنا مفتوحة حتى نقوي هذه المظلة في التحالف، او على الاقل ان ما استطعنا ان نكون ضمن كتلة التحالف ان ننسق وان يعني تكون جهودنا منسقة ومتجهة كلها نحو انجاح المجلس الوطني وفي مؤتمره القادم وفي انجاح المعارضة ككل حتى نقتلع هذا النظام الشمولي الحاقد ان شاء الله. الأخوة كلهم الموجودين في الغرفة وعلى رأسهم الضيف وإدارة الغرفة، والله يا سيدي الموضوع بتاع التحالف فالناس ما قاعدة تختلف، نحن الخطان ذات في الإشكالية بتاعة التحالف والمجلس يعني هما الأعداء بتاع التحالف بتاع المجلس، يعني انعكاس المشاكل الموجودة في داخل المؤسستين دي يعني اهبطت الشارع ذاته في حد نفسه. يعني انا استغرب يعني امبارح كان في ندوة كأنه الاتنين منقسمين في الآراء، يعني لما تيجي تبسط لي انت الموضوع بكل بساطة كأن المجلس ده التحالف انه موجود والمجلس ده موجود بنفس الطريقة هذه ببساطة، يعني بستغرب الحتة هذه انا، يعني في اشكالية اوكي، في تداخل في الصلاحيات بتاعة المجلس والتحالف دي الناس عارفينها اوكي، يعني اصلا المسألة غامت على اساس المجلس ده التحالف لما اندعم عشان يكون المجلس ده ليه؟ على اساس انه هذه تكون مظلة لكل القوى هذه الموجودة والناس وقفت في الحتة هذه، يعني وده اصلا جاي انعكاس لانه عشان الناس تشتغل في من العمل بتاعة المعارضة من خلال المجلس هذا، تقدر تفعل المجلس هذا، يعني التحالف حس نفسه انه ما قادر يسيطر على المعارضة هذه بالطريقة هذه كويس، والناس عشان تقيف مع المجلس ده وتشتغل معاه بقت في إشكالية بتاعة المجلس انه ما قادر. الكلام ده كل اللي قاعد يقال الناس ما قاعد تقول، هي المجلس قاعد يقوله، اعداء المجلس بيقولوا الكلام هذا، يعني يقولوا نحن عندنا إشكالية انه التداخل هذه الموجودة بدليل انه في تنظيمات اتخذت موقف من المسألة هذه. اذا الناس تتحلى من الحتة هذه ليش؟ بعدين الشيء الثاني، انت في كلامك قلت اثيوبيا ما راضية عن التركيبة هذه الموجودة، اذا يعني قضيتنا كلها توقفت على اثيوبيا ما ترضى عنه هيمشي لقدام، اثيوبيا ما ترضى عنه ما هيمشي، ما يعني كلام ما غير منطقي. يعني اثنين اللي امبارح كانوا معانا اثنين اعداء تنفيذية واثنين واعداء مجلس، الاثنين مختلفين يعني كويس، مين في مجموعة تنتقد وفي مجموعة تدافع، يعني نحن دخلنا في مشكلة ما يعني الناس تكون بصراحة إذا كان في فعلا معارضة والناس عايزة تعمل، أول ما يكون في الإقصاء، ما يجي واحد يقول لي واحد جاي من النظام واحد يعني الوطني ما في حد يوزع الوطنية زي ما هو عايز. فأنا لو كنت لو أقدر أفهم إنه المجلس هذا والتنظيمات دي كلها مكونة في المجلس هذا، التحالف هل اتنازل للمجلس الوطني هذا في صلاحياته ان هو اللي يكون الممثل الشرعي للمعارضة؟ هل عنده صيغة هذه؟ وشكرا لك. شكرا بلمات تقريري 101، ممكن تاخذ المايك. تحياتي صراحة، شو كنت بعيد ما سمعته، لكن هو أنا السؤال مرة ثانية للأستاذ أبو همام، أنا ما سمعت إجابته بالنسبة لل آه
بخصوص اللجنة التحضيرية، ما كان إجابة واضحة بالنسبة لي. هل هي يعني شكلت المجلس الوطني أدى صلاحية للمكتب التنفيذي أم حتشكل من دلوقتي؟ لأنه من المقرر جدا إذا كان أنه عقد المؤتمر نهاية السنة هاي في منظمات مجتمع مدني شكلت مع بعض مؤتمر أواسا، أم حتكون أنه ضمن هذا الإطار اللي موجود من خلال التنظيمات السياسية اللي موجودة اللي خارج التحالف أو في داخل التحالف، ومنظمات المجتمع المدني اللي موجودة في داخل المجلس الوطني؟ ده سؤال واحد، وأرجو إنه تكون الإجابة فيه واضحة، لأنه ما يعني أنا إجابتك سمعت لكن العكس يا أستاذ أبو همام. السؤال الثاني اللي هو حتى الآن المكتب التنفيذي موجود عنده مكتب المنظمات الجماهيرية وشؤون اللاجئين والجاليات، هذا المكتب لم يتفاعل منذ تأسيسه من 2011 حتى الآن مع الجماهير. من المعروف جدا أي مكتب إذا يجب أن يكون له على الأقل درافت أنه كيف يصير عمل إدارته مع المنظمات مع الجماهير، مع الأشياء دي ما واضحة. يعني من انفضاض مؤتمر أواسا المكتب التنفيذي شكل 21 شخص، لكن الأعضاء كلهم أن كل واحد أصبح في غارة ورجع إلى موقعه، ولم تكن هنالك إيجاد آلية للعمل. يعني يعني تراكمات العمل منذ سنتين وجاي مؤتمر جاي حديث حيكون، أعتقد ما حيكون أنه هو الأفضل إن لم يكن أسوأ، لأنه ممكن في تشكيل اللجنة التحضيرية حيكون في إشكالية في رأيي الشخصي يعني. والمايكروفون. يا شكرا تكرريت. انا ما عارف الاسئله، دار ادي فرصه للضيف العزيز ابو همام اجابه، وبعدك هرجع عليك استاذ ابراهيم استاذ عمر جابر وحامد ومكائيل. بس ثواني اجاب على الاسئله دي وارجع عليكم، لان عشان تكون ناخد اجزاء كده. الاستاذ ابو همام ممكن تاخد المايك وتجاوب على الاسئله. اوكي طيب، اشكر الاخوة. الاخ برنامات كان عنده مداخلة جميلة وفيها وصايا نافعة وفيها رؤية واضحة، ونحن نتفق يعني معه فيما ذهب اليه. الاخ تكرريت هو قال انه في التحضيرية كان كلامي ما واضح، او مثلا ما سمعه، او مثلا ما كان مقنع. انا قلت في التحضيرية كإفادة يعني ليه، وهسه انه هي ما شكلت، لكن التنفيذية بتاع المجلس طلبت من التنظيمات وكده مرئياتها والناس كلها رسلت. لكن انا قصدي انه التحضيرية هي من شأن مجلس المجلس، قيادة المجلس والتنفيذية في المجلس الوطني. يعني التحالف ما عنده فيها يد الا كتنظيمات ترسل آراء، أو كأعضاء مجلس يرسلوا آراء أو غير ذلك. يعني أنا ده كان قصدي، لكن حسب الشيء اللي بعرف إنها ما شكلت، لأنه لسه هتشكل من كم وإيش كذا وكذا، ما زالت المبادرات ترد فيها. وأنا برضو أدعو الإخوة من ها هنا أن يعني يرسلوا مبادراتهم في ومرئياتهم في مسألة التحضيرية، حتى نستطيع أن يعني نوصلها إلى إخواننا في المجلس، إلى قيادة المجلس، يستفيدوا منها إن شاء الله. ده بالنسبة لل الكلام السؤال بتاع تكرارية ده. في سؤال برضو انا شفته هنا، الاخ يعني زي المصر عليه، وانه موقف حزب ابو همام من التضامن موقف خير وبركة. يعني انا ما شايف اي حاجة، والتضامن تنظيماتنا وناسنا واخواننا، ونحن في تنسيق وفي تفاهم دائم معهم. يعني الميكروفون معكم. جميل استاذ ابو همام. أستاذ إبراهيم حامد ممكن تاخذ المايك وتعمل مداخلتك.
أستاذ إبراهيم حامد. نوري نوري وقفوا. أنا الصوت الصوت واضح، حد يديني واحد واحد. أوكي. حقيقة أنا يعني ما حأرد على القضايا الانصرافية لأنه رد عليها المحاضر، لكن أنا بحب أسأل على قضيتين ذكرهم الأستاذ أبو همام. والقضية الأولى تتعلق بالفكرة اللي تكررت كثير إنه التحالف ضامن. أنا عايز يعرف لو يشرح لي الفكرة دي، ما المقصود بالضمانة؟ الأمر الثاني عايز أسأل بشكل واضح ومباشر، ما هي المساعدات وما هي الجهود اللي تقدم بها التحالف لمساعدة المجلس في أداء مهامه خلال الفترة المنصرمة بتاعت السنة ونص؟ وشكرا. شكرا أستاذ حامد. أستاذ عمر جابر ممكن برضو تعمل مداخلتك. شكرا شكرا جزيلا. إذا ما اسمع بالله دون واحد واحد دون واحد واحد إذا كنت مسموع. شكرا جزيلا، مساء الخير وصباح الخير عندنا نحن هنا في توقيتنا، عشان كده أنا دخلت متأخر للأسف. وبداية أحيي الغرفة على تنظيمها لهذا اللقاء، وأحيي الأخ أبو همام. ما بس عشان أكون واضح وصريح، مش لأنه رئيس تحالف أو في التحالف، أنا بحييه لموقفه ورؤيته كمناضل داخل المجلس الوطني. أنا هذا ما يعنيني الحقيقة، لأنه موضوع التحالف يبقى يستمر ينقص يزيد، هذا أنا ما عندي به علاقة لأنه ما عضو في أي حزب من أحزاب التحالف. بحاسب التحالف كمكون من مكونات المجلس، هذا موقف ورؤيتي، يعني سواء كان بالإيجابية أو بالسلبية. وبعرف موقف الأخ أبو همام داخل المجلس، لذلك أحييه. يعني المسألة بتاع أنا ما أعرف ليه يعني نحدد التحالف سواء كان بالمدح أو بالذم، لأنه في مكونات أخرى داخل المجلس. في الأخ يهنس اسملاش عنده كتلة برلمانية داخل المجلس وعنده مواقفه معروفة. في الائتلاف الوطني برئاسة الأخ إبراهام نجاسي أيضا موجودين، وفي كتل تانية من المجتمعات المدنية، منظمات المجتمع المدني. أنا التحالف يعتبر واحدة من الكتل دي في داخل المجلس، وبالتالي بحاسبه من هذا المنطلق. قبل سنة يمكن أنا فعلا كتبته وقلت ما عايزين معارضة برأسين، لأن واحد لحد هسه بيقول إنه أنا قلت برأسين. أنا قلت الكلام ده، كتبته مش قلته. والسبب بعد الانفضاض المؤتمر المجلس الوطني رسل وفد عمل زيارات لدول أوروبية وقابل مسؤولين في بعض يعني وزارات الخارجية، واجتمع مع الجماهير كممثل للمعارضة، وهذا نشر في النت. بعد ذاك بأسبوع قام وفد ثاني من التحالف، والأسماء إذا نسيتوها نذكركم بها معروفة، وفد من التحالف نفرين مشوا وقاموا بنفس الجولة في نفس البلاد. كان يقولوا شنو بالضبط يعني؟ كان يمثلوا مين يعني؟ كان يمثل المعارضة الإريترية. عشان كده أنا قلت ما عايزين معارضة برأسين. حسا في اجتماعهم الأخير التحالف باين عملوا تحسينات وتجميلات كويس جدا، نحيي هذا الاتجاه. لكن أنا قراءتي للأسف يعني ما الواحد ما عيب إنه إذا أخطأ يتراجع، فاعتذر أنا لهذا الوصف بأنه رأسين، لأنه قراءتي الأخيرة الحقيقة قاعد توريني إن المعارضة الإريترية عندها ثلاثة رؤوس مش رأسين بس، والرأس الثالث بالتحديد هو من فكر وخطط ونفذ مؤتمر دبرزيت بتاع الشباب. هذا رأس ثالث جايكم، لكن حكى إريتريين لحد ما يقع الفاس في الرأس ما نعترف وما نشعر. يعني أنا قاعد أقول أمامنا مهمة واحدة وعاجلة وأساسية، هي الإعداد للمؤتمر الوطني القادم. هذه مهمة المجلس بكل مكوناته، التحالف وغيره، لكن أول خطوة إنه هذا المجلس يجب أن يفتح حوار مباشر ومنظم وتنظيمي مع القوى الخارج المؤتمر، خارج المجلس اللي ما شاركت في المؤتمر أواسا ومعروفة كأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني.
لا بد أن يجيبها في عملية المؤتمر القادم من مرحلة التحضير يعني. ودي تذكرني بنقطة بعض الإخوان اللي بيشككوا أو يرفضوا، يقول لك أن الناس يجون أخيرا أو يجون أخيرا من النظام هاربين. يعني أنا بستغرب إنسان بيناضل من أجل الديمقراطية، التغيير الديمقراطي ضد نظام ديكتاتوري، ويرفض واحد يجي من النظام. خلاص أعمل إعلان قولوا اليوم الفلاني الشهر الفلاني هنقفل باب القبول يعني للشعب الإريتري، ما دين الإريتريين هم. أنا بستغرب أنت أيدت شهيدة على الحجاج ليه؟ ما من النظام وعشرين سنة كان مع النظام وتمرد عليه، كلكم هللت له لم يستشهد راح يعني. لكن واحد إذا عايز يجي يناضل نضال سلمي سياسي خايفين يعني يشاركهم في الكعكة بتاع أثيوبيا. هذا منطق قريب يعني. أنت ما تحدد لإريتري إنه يناضل وين وكيف ومتى. أي واحد من النظام زي ما قال الأخ أبو همام نرحب به نحن إضافة، هو وعمله هو وجهده وعلاقاته. لكن عشان تكون فرمانات نقبل ده وما نقبل ده، هذه العقلية الأقصائية احنا رفضناها من الأساس. في قال يا أخي ما تكتب ساكت لي، أنا لو ما سمعت ما بقول. في واحد قال الكلام ده ورد عليه الأخ أبو همام بالتحديد، قال له لا احنا نقبل أي واحد يجي من النظام. هنقعد نقرأ غلط ونسمع غلط كمان؟ على كل حال أنا حاسس موضوع الرئيس هو موضوع المؤتمر الوطني القادم. كل القوى الحريصة على هذه المعارضة وعلى أهدافها أن يعني تعد لهذا المؤتمر إعداد فعلا حقيقي يعني. لو سألت أي واحد حيقول لك أيوة نعد له بطريقة شفافة بطريقة هنا، ده كلام وفي الورد ممكن يكون، لكن في الواقع قاعدين نطبق شيء تاني، نطبق كومي كومك يعني. هذه العقلية زمان انتهت، ونكرر أخطاء المفوضية، واللي يدعي إن المفوضية ما أخطأت معناها ما بيشوف كويس يعني. أخطأت أخطاء فادحة وكانت نتائج المؤتمر اللي طلع ونتائجه. الآن ما نكرر هذا ونحاول أن نعد للمؤتمر بطريقة صحيحة. أولا الحوار مع القوى الخارجية للمؤتمر ونجيبها، بعدين عشان تكون أسس واضحة ومعايير صحيحة نختار بها الناس. ولا إذا عايزين نلف الدائرة المفرغة دي، وأي واحد عنده أتباع يا أخي، أي واحد عنده ناس يدافع له، ما يزاور على بعض في قبائل وأقاليم هنا يعني. كل واحد عامل له قوم 10-15 نفر، عشان نحن عايزين هذا الشعب الإريتري يطلع من مأساته. التوافق ما في توافق، ما عايزين توافق بين الرؤوس الثلاثة، احنا عايزين رأس واحد نحضر لمؤتمر وطني جامع حقيقي، بدءا من الحوار مع القوى الخارجية واللجنة التحضيرية وتشكيلتها ومعاييرها الحقيقية. في ناس يقول لك لا لازم يكون زي ما قال اللوائح بتاعنا 25% من خارج المجلس، باقي 75% من داخل المجلس. اول حتى الفقرة دي يقولوها غلط بعدين او يحرفوها، لان الفقرة تقول لا يقل عن 25%، مش قالت 25%. إذا لا يقل معناه ممكن يكون 30-40-50%. هذا كان لسه ماشيين بعقلية المحاصصة والدين يكون ثلاث سلطة. والله ما عندكم سلطة يا أخوان في منفى، السلطة الحقيقية في الداخل. يا إذا عايزين ترجعوا الداخل وتغيروا الداخل، أنسوا حكاية السلطة دي مؤقتا. تعالوا على يعني زي ما يقولوا إلى كلمة سواء يعني، بلاش المزايدات دي، بلاش الإقصاء، بلاش التهميش للآخر يعني. ما في واحد إريتريا تهمه أكثر من الثاني. وأحييك يا أخ أبو همام، وأتمنى إنه في داخل المجلس يعني تفعلوا هذا المجلس وتقوموا بتحضير فعلا حقيقي يعكس طموحات ورغبات الجماهير الإريترية. وشكرا يعني، ما يكفي. شكرا أستاذ عمر جابر لمداخلتك القيمة. أنا أدي فرصة لأستاذنا أبو همام لأنه طرحت أسئلة كثيرة ومداخلات كثيرة، ودائر الجمهور يسمع منه. وأبو همام ممكن تأخذ المايك، وبعدك برجع للأخوة الثلاثة الرافعين يدهم. طيب الصوت مسموع؟ طيب مسموع. بالحقيقة يعني لطائف الليلة دي أصبحت تطرى علينا، ونحن سمعنا
صوت كثير من الإخوة، كنا نقرأ كتاباتهم ونعجب بها وكذا، لكن الليلة سمعنا أصواتهم وده شيء جميل. ونحن كده برضو اتضح لنا إنه في درب معارضة هذا النظام بقى يتلمشم لنا كمواطنين متفرقين في أصقاع الدنيا، وهذا شيء يعني يسر الإنسان. وإن شاء الله كمان نلتقي بهم وجه لوجه وندفع عمل العمل المعارض مع بعضنا البعض إن شاء الله. أولا بالنسبة للأخ إبراهيم حامد كان أسئلته واضحة جدا، أشكره. اللي هو قال التحالف ضامن، ما معناها التحالف؟ نحن طبعا يعني نقول ضامن لأنه يملك هياكل ومؤسسات ومواثيق ثابتة وتجارب عملية ونضال، فترة نضال طويلة، يعني عرف متناقضات الثورة ومتناقضات العملية السياسية وكده وكيف. عشان كده نحن يعني نقول إنه الرهان على مؤسسة معينة ما بيبقى إلا إذا هي أثبتت فعاليتها في العمل واتمرست فيه وكده. فمن هذا الباب نقول إن إحنا نسبة للعمل السياسي الدؤوب اللي هو شغال فيه بس هسه، بس من بقى تحالف 15 سنة، من هذا الباب يعني نقول هو بيكون فيه نوع من الضمان إذا الناس اجتهدت ونواياها كانت سليمة، يعني ما من نواحي أخرى. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هي المساعدات التي قدمها التحالف للمجلس في دوراته السابقة؟ يعني برضو ده كان سؤال جميل. في الحقيقة نحن يعني حتى أنا قبل ما أجي في رئاسة المكتب السياسي ده، يعني صراحة كان التحالف حتى من النواحي المادية قدم للمجلس، يعني لما يخش المجلس في حرج مادي وكذا كان التحالف بيقدم له يعني أكثر من مرة حسب علمي. وهذا يعني نحن يعني أيام كنا هناك في التنفيذية كان بينورونا به، يعني كان رئيس المكتب التنفيذي هو الذي ينورنا بهذا الشأن. لما يجيب الإيرادات بتاع المال يبين إنه من التحالف جاءنا كده، وهذا يعني من الوقفة المادية مع المجلس الوطني. وكذلك يعني دعموا في إنه يفرغ التنفيذيين، يقلل مهامهم عنده وغيرها من الدعومات. فأنا ما قاعد أرى يعني هذه فيها إشكالية. أنا والله يا إخوة رأيي إنه نحن الآن ننتقل من هذه النقاشات والمعطيات إلى أننا نعمل عمل جاد، إلى أننا الآن أكثر شيء يعني يضر المجلس أنا في رأيي هو إنه ما استطاع أن يدخل في مظلته الناس الخارج مظلته أصلا. التحالف ده ما داخل مظلته دي ما فيها إشكالية. نحن مشكلتنا في عقول، في كتاب، في ناس يعني في تنظيمات مؤثرة، في ناس مؤثرين خارج هذه المظلة. الآن نحن في هذه الدورة سنصب جهدنا كله في إنه هؤلاء الإخوة، هؤلاء النافذين الفاهمين الكتاب كذا، دايرين نستفيد من يعني ما حباهم الله سبحانه وتعالى به من ميز، إن شاء الله يكونوا داخل ويحولوا أفكارهم ويحولوا برامجهم ويحولوا كلامهم اللي قاعد يقولوا إلى عمل داخل هذه المظلة التي تجمعنا كإريتريين إن شاء الله. فعشان كده أنا أرى قصة التحالف دي نقوم من الشعليقة دي نتنازل ونمشي نشعلك في الناس البر عشان نجيبهم في هذه المظلة. والأستاذ عمر جابر أحييه، يعني أنا في الحقيقة بقرأ له وكده وأول مرة أسمع صوته، وإن شاء الله يعني أنا أتمنى أن الأستاذ عمر جابر يعني يجهز حقائبه عشان يجينا ويكون داخل المظلة، مظلة المجلس الوطني، ونجتهد جميعا في دفع عجلة المعارضة للأمام إن شاء الله. وأحييه يعني هو زي ما قال يحييني لمواقفي، أنا في الحقيقة قريت له كتير برضه. بالنسبة لل يعني هو برضو بين كلام نفيس، قال هناك كتل أخرى فلماذا التحالف؟ وإنه هو ينقد دائما التحالف، لو نقد يعني أو لو نقد بناء أو لو يتكلم فيه يتكلم فيه من حيث عمله داخل المجلس، وإلا يعني قال هناك كتل أخرى، وهذا كلام صحيح أنا أشرت إليه فيما سبق. وكذلك إنه هو كتب وبعض كتاباته أنا قريتها إنه هو ما يريد رأسين، ونحن برضو تكلمنا فيها. نأمل أن نأتي جميعا وأن تأتي كل التنظيمات وأن نقوي مظلة المجلس الوطني حتى نكون بإذن الله رأسا واحدا في العمل المعارض. في تحسينات المؤتمر الأخير بتاع التحالف أشكر برضو
لأنه يعني اتكلم بإيجابية في هذه التحسينات التي لم تروق للجميع ولا لبعض الناس، لكن برضها يعني هي كانت تحسينات جميلة وموفقة، وإن شاء الله ربنا يوفق لي أن نحن في النهاية نستطيع أن نجلب كل الإخوة وأن نقنع كل الإخوة وأن نحيي كل الإخوة وأن نرحب بكل الإخوة سواء جاء من النظام اليوم أو جاء غدا، هذه أمور أخرى. المهم ما دام أنه في النهاية، لأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، كون واحد يعرف أنه هذا نظام شمولي، هذا نظام طاغية، هذا نظام أفرغ البلد من محتواها، أتعب الشعب، تلاعب بثرواته، تلاعب بإنسانها بكذا، فكونه يظهر له هذا الشيء، الناس ملكاتهم العقلية تختلف، في واحد يظهر له الآن واحد يظهر له بعد سنة، فنحن نرحب بكل إنسان رفض هذا الظلم ولو مؤخرا، ما في أي مشكلة. وهذه زي ما قال الأستاذ وقال كثير من الإخوة إنه ما المفروض يكون في أي مزايدات. ونحن في الحقيقة دي تأتي من فكرة من وين؟ يعني نحن الآن هل نرى كل هذا الشعب في الداخل وكل هذا النظام كله ما فيه خير وكذا وكذا؟ لا، نحن نرى هذه الطغمة الحاكمة المتسيدة على الأمور، هي لو مشت من الناس، الناس فيهم خير، بدليل المسألة التي حصلت في 21، يعني كان فيها تثبت أن الناس فيهم خير والجيش فيه خير، ونأمل أنه الخيرين يعني يتغلبوا على الأشرار في الداخل ويحصل تغيير إن شاء الله. والتغيير نحن كما ننشده هنا في المعارضة يعني لا نأباه إن جاء من الداخل، احنا ما عندنا قضية مع الناس الداخل، بالعكس نراهم ناس مواطنين وناس كذا وناس، لكن الناس تختلف رؤاهم وتختلف معالجاتهم وأوقاتها وكذا يعني. فآمل إنه نحن برضو نتفهم هذا الشيء. أهم شيء يعني ركز عليه الأستاذ عمر جابر وأنا أوافقه تماما، هو المؤتمر القادم للمجلس، أن نوسع المظلة، أن نجتهد من الآن، ونحن يدنا في أيديكم إن شاء الله، نستقبل رؤاكم وقلوبنا مفتوحة، وإن شاء الله نحن معكم حتى نوسع هذه المظلة، حتى نصل إلى كل إنسان نحاوره نشوف رأيه شنو، ما هو الشيء الذي يعيقه ألا يأتي ألا يساهم، ما هو الشيء الذي أعاقه في مؤتمر أواس السابق، نزيل هذه العقبات حتى نشترك جميعا في هذا المؤتمر وننجحه، وحتى نكون يد واحدة يعني. بعد ذاك يعني برضو المهم أنا تاني في سؤال تاني يعني ما شايف لي إلا يكون في سؤال ما سمعته، لكن تقريبا ظهر هذه الأسئلة، فميكروفون معاكم، أشكركم. شكرا أستاذ أبو حمام. أدي سؤال سريع لحامد ون، ممكن تاخذ المايك. السلام عليكم، مساء الخير، أنا مسموع يا شباب؟ أوكي، شكرا. شكرا لكم، شكرا للغرفة وإدارة الغرفة، والشكر للأخ الضيف أبو همام. الحقيقة أنا ما بعرف الأخ إدريس إذا كان يعرف بالاسم، ممكن يعرفني، أنا إدريس همد حقيقة، مش حامد، أنا إدريس همد. والحتة اللي حبيت أتداخل فيها، وما بعرف قراءة الناس مختلفة من شخص لآخر حول الكثير من القضايا الأساسية فيما يتعلق بموضوع التحالف واللقطة الدائرة حول التحالف والتحالف والتحالف والتحالف، أنا ما حقدر أمشي فيه كثير، لأنه الأخ أبو يحيى عمر جابر يمكن قال كلام مهم جدا في إذا كانت هنالك كتل سياسية أخرى، فما المانع من أن يكون التحالف كتلة وباقية يعني، إلا إذا كان المطلوب هو حله هو في ذاته، إذا كان المقصود التحالف في ذاته دي قضية تانية، تبقى دي قضية يعني ما عندها معنى وما في لزوم عشان الواحد يمشي فيها كثير، لأنه في النهاية يعني في قضايا واضحة أمامنا في مجلس الكل موصل فيه وشغال فيه، بغض النظر عن رأي الناس في هذا المجلس هو ذاته والعقبة الموجود فيه هو شنو، ولكن يعني أن الناس تلوك التحالف زي اللبان ده، أنا أعتقد هو ده الهروب من المسؤولية ومن من الواقع أمامنا يعني. أنا بسأل الأستاذ إدريس الأخ أبو همام يعني فيما في شيئين، الدور الأسلوب باتجاه المعارضة الجديدة،
هنالك لغط كثير دار حول موضوع الدور الاثيوبي والمساعده ومساعده الدور الاثيوبي، وكثير من يتهم الجانب الاثيوبي على ان الاثيوبيين نفسهم ما جادين في دعم المعارضه، والا ما كانت بقت بهذه الطريقه، بدليل انها كل يوم تفتح ابواب زي ما قال الاخ ابو يحيى، هنالك ثلاثه رؤوس والاربع رؤوس والخير اللي قدام، يعني زي قصه كاسك يا وطني بتاعت دريد لحام. والموضوع الثاني الدور الاقليمي، في قراءه برضو في كلام يعني يقال حول الدور الاقليمي بالذات القطريين ودورهم تجاه مساله المعارضه وموقفهم من النظام او تغيير موقفهم من النظام الحقيقه، او في طريقهم لتغيير موقفهم من النظام. مهما كان هناك اكثر من راي او اكثر من اتجاه اثار على ان هنالك كانت مبادرات قطريه وكذا، ما ادري اذا كان الظرف يسمح بانك تتناول هذه المساله، يا ريت لو يكون في وضوح فيها على الاقل الناس يعرفوا يعني الحاصل شنو في الاتجاه ده. في قراءه اخيره برضو الاخ عمر لو تتذكر او لو قريته له خلال اليومين الفاتوا دي الاول بالامس والامس كان كاتب مقال يقول يعني بان كي مون رئيسا لاريتريا كحاله من التحليل السياسي الشيء الموجود في المنطقه، وبتكلم عن مساله دول الايجاد وموقفها من النظام في اريتريا وأن مجلس الأمن ربما في طريقه للانعقاد لمناقشة الوضع الإريتري والسيناريوهات المحتملة للحالة الإريترية، أي بالأحرى هنالك تخوف يعني في الشارع السياسي من الحالة الإريترية نفسها، قد تكون هنالك أشياء لا تحمد عقباها حول الوضع الإريتري. ما هي رؤيتكم أو ما هي القراءات التي لديكم، وهل هنالك بعض المعلومات يمكن أن تملكها للناس حول هذا الموضوع؟ لأنه يعني من الشيء الواضح أنه إذا كان فعلا المجلس الأمن حيناقش مشكلة بهذا الشكل، على الرغم من أنه المقال طبعا أنا قريته بالأمس، هو أظن من أول أمس المقال أو بالأمس حول موضوع الدول الإيجاد ومواقفها من النظام في إريتريا وأن مجلس الأمن ودوره وكذا، والسيناريوهات اللي واضعها الأخ عمر طبعا زي ما أنت شفتها ربما تكون فيها يعني بعض الأشياء المحاذير، يعني أكثر من أنها هي أشياء مسلمات موجودة لكن حالة بتاعت محاذير موجودة، يعني كل الأشياء دي مرتبطة طبعا بالدعم الأسلوبي ودوره ومواقفها يعني. وأنا ما حأبرئ أو بالأحرى ما أقدر أقول وجهة نظري الشخصية، ولكن لا أبرئ أن هذه السيناريوهات كلها محتملة، بدليل انه يعني المواقف الاثيوبيه تجاه المعارضه الى الان لم تكن متبلوره بشكل واضح على الاقل الا علني، يعني قد تكون في الغرف المظلمه عندكم في الاجتماعات لما تجتمعوا بهم كمسؤولين، ولكن لا ندري الى هذه اللحظه يعني كيف يقرا الاثيوبيين للواقع الخريطه التي يعني واقع السياسه الاريتريه، كيف يتعاملوا مع الحاله دي. انا اعتقد يعني لو قدرت توضح لنا في الثلاثه حاجات دي يكون يعني شاكر وممنون لك الأخ إدريس والمايك فريشة. شكرا أستاذ همت لمداخلتك الغيبة. أنا أدي طوالي برضو مكيل بياني برضو أعمل مداخلتك عشان يجاوبكم الأستاذ. كلام جيد وسامح كل مرة أحسن هو، لكن الكلام انت تقوله لو ما عملته بيان بالعمل ما ينفع. نحن والله يا اخواننا كلامنا كثير لكن عملنا بسيط، زي ما ابو قدح يمشي بالشيش ونحن قاعدين نمشي بالشيش والشعبنا قاعد ينتهي. التنازيم الالاف ديل ما حينفعونا، لو بقينا نحن في الصف واحد نهزم التنظيم في أسمرة ده هو السجاعة، لكن ما قدرنا نرفع راسنا، ما قدرنا نطلع من إثيوبيا، قاعدين في إثيوبيا ما قدرنا نوصل إيجاد، ما قدرنا نوصل اتحاد أفريقيا، خلوه اتحاد العالم، في أديس أبابا يعمل مؤتمر ما قدرنا نقدم. الصراع بتاع تحالف والمجلس ده ظاهر زي قمر الليل، ظاهر المجلس هو لما كل تنظيمات اغلبيتهم ليه تحالف قاعد
يتحرك براو. ده سؤال كبير. و نحن عملنا مؤتمرات يا جماعة، عام 99 كان تحالف، بعدين كان كيدان تقول له تحالف نفس الشيء، بعدين وصلنا في مرحلة شوي زل قلت حركة بتعب وضح، لكن شعبنا قاعد ينهي. نحن سؤالنا حسي عشان نتقلع النظام دي ونحيي شعبنا، ما قدرنا نوصل في المرحلة ده. اولا يا ابو همام عشان اوريك كلام واحدة، التنازيم الموجود في اثيوبيا ولا في الخارج ما قيادة بتاع اريتريا، ده القيادة بتاع تنزيمهم. نحنا ما عندنا حلم عشان نخش اسمرة ببريسيدنت بتاع خارج. نحنا القاعدين نخافح عشان نبقى حور وشعبنا يبقى حور. بعدين منو يرأى شعب اريتريا؟ دي يخص لشعب اريتريا. الصراع دي الصراع انتم اللي قاعدين تعملوه ده ما عنده فايدة، كسارة. وبعدين في تدخل كمان، ما تقولون نحنا ما قشايم نعرف. فأدي سبب في تداخل في تاني حتات، في تداخل المجاورنا، ما نخاف يا أخي. كم نحنا دفعنا كم شهداء؟ الشهداء دي وصونا عشان نحرر البلد، مش نبيع البلد، مش نحنا نقسم بعد. ده نحنا لازم نحسمه. كل جماعة قالوا شرحوا سألوا، انا مبسوط منهم. ده نحنا رأينا واحد الرأي حقنا ده عشان نطلع النظام. ثانية معتمر لو عملت تقارير، عملنا تقارير اي حاجة عملنا، لكن ما في بيان بالعمل. لو ما عملت بيان بالعمل معنا رجعت ورا، رجعنا في سنة 60 حسا. تحركاتنا احسن لما كنتم يا ابطال، لما كنتم 10 و15 نفر احسن من حسي يا اخي. نقدر نشوف الاساليب اللي عندنا. انا قاعد ممكن شوية بقى ايموشن، لكن ليه هي نحنا نتكلم كلام لكن ما في عمل. كيف نوصل في مرحلة عمل؟ ده هو سؤالي. ميكيل ما عارف خلصت مداخلتك ولا لسه؟ افتكر خلص المداخلة بتاعته ميكيل البياني. انا اتيح الفرصة ل انا كلست سؤال، قدمت سؤال واحدة، لانه استاذ عمر ابراهيم حامد كلهم الجماعة كلهم سألوا الفكرة اللي كان في راسي. سؤال حقي واحدة هي، نحن نعمل معتمرات كل مرة لكن ما في عمل. ايه هي الفايدة المعتمر لو ما عملت عمل؟ عشان كده نحنا عاوزين نبقى في الصف واحد مش صفين، في رئيس واحد مش 40. عشان كده انا قاعد اقول نحنا عاوزين ايه عشان نتحرك شوية للقدام. العمل ان نحنا انت بفكرتك يا ابو همام، ايه هي الفدلة عشان نتحرك ونتقلع النظام ده ونعمل عملنا بتقاريرنا؟ اوكي جميل. ميكيل بياني، ميكيل كداني، افتكر سؤالك واضح وحيجيبه استاذ ابو همام. اتيح الفرصة لاستاذ ابو همام ياخذ المايك ويجاوب على الاسئلة الاخوة سألوها لو يسمح. طيب احيي الاخوة، وفي الحقيقة انا صامد معاكم ما داير اي استراحات، ما دام انتم مساهرين ان احنا برضو يعني ده نوع من النضال، وان شاء الله يعني ما يحتاج نخلي الاستراحة في اسمرة. المهم اولا نحيي برضو الاخوة في صراحة وحرارة في الأسئلة بكل وضوح. الأخ حامد
يعني هو سأل عن الدور الأثيوبي تجاه المعارضة. الدور الأثيوبي اللي بعرفه أنا يعني هو إنها تدعم الإريتريين، وكل مرة يعني تشوف طرف ما موجود تجيبه، تعمل له مؤتمر، تجيبه من أصقاع الدنيا تلمه كذا، تدفع حسب ما عندها من قوت الشعب المغلوب على أمره ذاته في أثيوبيا. المهم ده الدور اللي أنا بعرفه، وإذا كان يعني في ناس يعرفوا أدوار أخرى دي طبعا أنا ما بعرفها، لكن الدور اللي بعرفه هو إنه أثيوبيا قاعد تدعم حسب استطاعتها وتجتهد، ولكن نحن كإريتريين هل نستفيد من هذا الدعم؟ هل نمشي قدام؟ هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن يركز عليها الإخوة أنا في رأيي. بالنسبة لميكائيل بيانيه، بالنسبة للأخ حامد كان عنده سؤال تاني أنا في الحقيقة ما قدرته يعني استوعبه، وفيه الأمم المتحدة وكده، وفيه المقال بتاع الأخ عمر جابر، فأنا أرى يعني المقال بتاع الأخ عمر جابر ذاته ما قريته، لكن سمعت إنه مقال جميل وحأقرأه إن شاء الله، فلعله يعني التساؤلات دي قد يكون ردها في مقال الأخ عمر ولا كده، لكن يعني ما استوعبته كويس السؤال التاني. بالنسبة لميكائيل بيانيه يعني هو يتكلم بتوجع و يعني حرارة وكذا برضو يشكر عليها، وأي إنسان نحن في الحقيقة يعني نخت له بأنه هو غيور على وطنه وعلى الشعب وكذا، لكن ينبغي أن يتحرى في ألفاظه، وأن يعني برضو ما يتهم الآخرين والشهداء وصونا بتحرير البلد وما عشان نبيع البلد. ما أظن يعني هذه التكتلات كلها اللي بنتكلم عليها من المساء، من تحالف ومن غيره ومن الكتل ومن المظلات ومن المجلس وكده وكده، ما أظن يعني في إنسان عنده نية إنه يبيع أو يشتري في الوطن، وإنما الوطن شيء عزيز على كل هذه الناس، خلت مشاريع الخاصة، خلت كذا، ما زالت تناضل. بعض الناس كانت يعني هي في مواقع ممكن كانت تسكت على الظلم وتعيش في إريتريا، برضو نبذت هذه المواقع وكانوا وزراء، كانوا سفراء، جو هنا يناضلوا ويعني يعيشوا في حالة ما يعلم بها إلا الله وكذا وغير ذلك. فأنا يعني أرى إنه هو توجع في محله، وإنه نحن كلامنا كثير وينبغي أن نكسر العمل ونقلل الكلام، كل هذا يعني كل الناس يقولون ذلك، كل الناس يقولون ذلك، لكن أنا يعني أرجو إنه نحن كلنا نلتزم يعني حسن النوايا في بعضنا، وإنه ما في واحد أنا في حسب رأيي إذا ما خانوا التعبير الأخ بيانه يعني يمكن هو ما يقصد هذه الكلمة وتكون زلة لسان، لكن نحن فيما نرى هنا سوى بعض الأبواق التي الآن ظهرت تتحدث عن إنه النضال من أوله إلى نهايته فاشل وكذا، والنضال كله كل فترات النضال مروا عليها بأنه فشلوها، وهم يروا إنه الإريتريين ما يستطيعوا أن يكونوا دولة، وهذه أبواق يعني معروفة، وإلا ونحن في سيادة إريتريا أرضا وشعبا، هذه أشياء من أساسيات وأشياء مصيرية وأشياء ما يختلف فيها الناس، سوى هذه الأبواق الغير وطنية المستأجرة، وهي يعني أنا حسب علمي إنه المناضل أدحنوم يعني بدأ يرد عليها، ونحن برضو كلامه حنا إن شاء الله نترجم إلى العربي حتى يعرفوه الناس. سوى هذه الأمور أنا ما أعرف إنه إنسان هو عنده فكرة في بيع بلده أو شبر من أرض بلده، لأن كل هذه الدماء التي روت أرض وهذه الشهداء وروا هذه البلد بدمائهم وكذا، فأنا أرى إنه الناس يعني ما برضو هذا التوجع ما يمشي بهم إلى كلمات هي تقلب مواجع معينة. الناس تلتزم باحترام بعضها وبالنوايا الحسنة وبالكلام في اتجاه يعني نحن نصوب كلماتنا وأقلامنا وبنادقنا كلها نصوبها إلى اتجاه واحد، هو اتجاه العدو، وهو اتجاه هذه الطغمة الحاكمة التي يعني أقلقت مضاجع الإريتريين شيبا وشبابا. وأشكركم، المايك معكم. شكرا أستاذ أبو همام لإجابتك على تساؤلات الأخوة، وجميل نسمع منك هذا التوضيح. أنا ما أقدر أجيب زي ما قلت الوقوف في أسمرة، حواصل طوالي. الروماي 24 ممكن تاخذ المايك وتعمل سؤالك.
السلام عليكم. السلام عليكم، صوت مسموع؟ شكرا شكرا. اولا برحب بالاستاذه بهمام. بهمام انا تقريبا وقت ما كنت في الابتدائي في 95 94 مش فاكر، وقتها كان شاب راجل وسيم، لكن الان صرت شفت فيه انا جلحات بتاع صلع وكده اظنه. هموم القضيه لم يخليه يعني كما هو شاب يعني. انا عندي سؤال تقريبا، السؤال تقريبا هو كان بيني وبين نفسي، هل المعارضة الإريترية الموجودة أو كل الكيانات الموجودة الآن في إثيوبيا، هل هي مش جادة أو هي مقتنعة بأن الصراع السياسي اللي بينهم هو خلاص هم شايفين ده هو أكتر يعني شاغلهم هم، أم إثيوبيا أصلا مش جادة في الموضوع؟ فالآن أستاذ أبو حمام وضح لي جزء اللي هو قال أن إثيوبيا دورها أن هي تجمع من أصقاع العالم الإريتريين، وأن هي تساعد من قوت الشعب الإثيوبي المقلوب على أمريكا. طيب نحن الآن أمام خيارين، إما تقريبا أولا التنازيم والأحزاب والصراعات السياسية ما نتهرب منها، موجودة بين القوى السياسية الموجودة، ولكن كلها على الفاضي زي ما يقول، زي ما يقولوا بالتقري يا ابو همام، يعني تنقيب، يعني ده كله شغل تنقيب تلقى به. هلا الان نحن قدامنا عمل النظام بشاكلة نظام اسياس لا يؤمن الا بالقوه، وعشان انا عمل قوه لازم تكون في قوه، القوه هي اصل منبع الوحده، تاب الرمح اذا اجتمعنا تكسرا واذا تفرقنا تكسرنا احادا. فنحن لازم نجتمع، لازم يكون في، عشان القوة لازم يكون في وحدة، الوحدة دي مفقودة. كويس؟ طيب إذا كان الأثيوبيين هم عاوزين يساعدوا، احنا ليه ما نساعد نفسنا بنفسنا؟ ليه ما نساعد نفسنا بنفسنا ونقتنع بحيث أن نكون رأس واحد، نكون قوة واحدة تحت مسمى مجلس وطني، ولا تحت مسمى تحالف وطني، تحت أي مسمى من مسميات الإريترية من القوة الإريترية الموجودة؟ ليه ما نعمل قوة واحدة هي تكون قوة سياسية تعرف قضايانا ومشاكلنا في المجتمع الدولي وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وفي نفس الوقت هذه القوة يكون عندها يد عسكرية قوية. في نفس الوقت إذا كانت أثيوبيا قدرت تساعد جهات أخرى تقول لهم معلش، يعني إحنا كشعب، منظمات مجتمع مدني، حراك شبابي، كل الناس تجتمع مع بعض وتقول للمعارضة يا معارضة إذا كان أنت اللي قاعد تتفرقوا مش قادرين تتوحدوا، والاثيوبيا هم اثيوبيا ما دور الا دور المساعده، فان احنا لازم نسد لكم. واذا كان اثيوبيا هي دار تساعد كل اريتري، كل اريتري جاي دون ما تراعي ان المساعده بتاعها كده ما تجي، ان هي وقت ما كل المساعده بتاعها اللي تقتطعها من قوت شعبها عندما توزعها الى كوتات والى مجموعات مش هتصل للهدف، اذا كان هي اصلا عندها هدف دار توصلنا له ودار تساعدنا نصل الهدف. فالان نحن نحدد الاشكاليه من الاثيوبيا، من الاثيوبيين هم اللي مش قادرين يخلونا نحن نتوحد، ومش قادرين ان هم قوتهم ودعمهم يصبوه في مكان واحد بحيث انه هو يصل لهدفه، ام ان احنا كإريتريين كقوة معارضة اللي مش قادرين نتوحد، وبالتالي انه مهما عملت اثيوبيا لا حياة لمن تنادي، مش هنصل طالما احنا كده يعني كل مجموعة باتجاهها. الان بدل ما كنا المجلس وطني وتحالف وطني، الان اصبحنا برضو الشباب، اتحاد شباب مش عارف، ولا اتحاد عمال، دبرزيت وجندر طلعوا علينا من جديد، دول كان باتجاههم اشياء مش قادرين نفهمها. فنحن عاوزين صراحة يعني إذا كان في مؤتمر مقبل قابل أو قادم لازم تتوحد القوى الإثيوبية، تشترك فيها منظمات مجتمع مدني، مثقفين، مستقلين، كل الناس، حراك شبابي، كلهم يتفقوا على قوة واحدة. ما دونها يا إثيوبيا لو عاوزين تساعدونا ما دونها ما في مساعدة. يعني احنا كالإثيوبيين كلنا شايفين انه بهذه القوة وبهذه الوحدة حنصل الهدف، وإلا انتوا لو ساعدتوا حد تاني لأن الناس هتفتح دكاكين هناك وكل واحد يجيب مجموعتين ويقول احنا برضه دارين دعم، والمسألة مش يعني مستاهلة كل ده.
انا عاوز من الاستاذ ابو حمام وكل العاملين في المجلس، اتمنى ان يدعم يعني اهتمامهم كله بانه القوى المعارضه الاريتريه مدنيه وعسكريه وسياسيه كلها تكون في بوتقه واحده، ومن شذ شذ في النار. ما عاوزين جهه ثانيه، اثيوبيا لو عاوزه هي دار تجزي مجزا، ان احنا وقتها كمعارضه وكشعب نقول مع عفوا اثيوبيا اثيوبيا. واذا كان القوه من المعارضه برضه هي عاوزه ان احنا نعيش مقسمين كده ونطالب وننادي المقسمين، برضه لازم يكون في كيان اقوى منهم يعني يقول لهم استوب معلش ان احنا كنا عاوزين نعمل كلنا مع بعض. فهل في بوادر، هل في رؤيه لانه كل القوى المعارضه تكون يد واحده؟ على فكره ما في اي مكاسب، ما في اي تنازل، مش ما في اي تنازيم، مش حيستفيد حاجه اذا كان في حزب، اذا كان في تنظيم، اذا كان في حزب سياسي مش حيستفيد حاجه طالما نحن كلنا في المنفى. حزب على اي اساس تكون؟ هتعمل ايه؟ فيا ريت يعني هل في امكانيه انه في اجندتكم القادمه القوى الوطنيه كلها وتضغط على اثيوبيا ان هي ما تساعد كل من هب ودب، ما بقيت ناس تلزهم مخابرات بتاع هجدف ويعملوا عمل موازي للعمل الوطني وهو برضه يعطل مصيرة العمل الجاد. فان احنا لو توحدنا ممكن اثيوبيا نقدر نتاكد من اذا كان جاده ولا ما جاده، لانه في احنا تتشابه علينا البقر صراحه. هيلي مريم دسالين من فترة يقول في الجزيرة الإنجليزية تقريبا إنه أنا ما عنده مشكلة أتكلم مع إثيوبيا مع 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 أفورقي. طيب إذا كان ما عنده مشكلة الراجل يكون في مشكلة فينا، نحن مش فاهمين أساسا أن الراجل لو ما عنده مشكلة ممكن بكرة يتم معه هو يحلوا مشاكلهم ويقول له يا اتكل على الله بقى شوف لكم بلد تاني، أنا خلاص موضوع نتحلى. فنحن برضه نكون نستثمر الوقت الموجودين فيه، وانه كل يوم يمر والله يمر على معاناة الشعب الاريتري ومؤاساته، وكل يوم يمر كلما يعني يتقطع اوصال الشعب في الداخل. فبالتالي نحن في صراع مع الزمن. يا ريت يا ريت اذا كان في اجنده من هذا النوع توحيد القوى الوطنيه الان اهم من اسقاط اسياس. اساس مش حيسقط، ولو سقط حيخلينا صومال جديد، لو ان احنا سقط لنا اساس بالحاله اللي احنا عايشين فيها. اتمنى ان اذا كان في اجنده المجلس الوطني في توحيد القوى الوطنيه ولا لا، دي الجزئيه اللي عاوز افهمها، وكيف هم مقبلين عليها دي اللي عاوز افهمها. استاذ محمد وشكرا لكم. شكرا شكرا روماي لسؤالك، بس كان طويل شويه عشان كده رفعت لك الساعه. قبل ما أدي تكرريت حاسأل سؤال كده أستاذ أبو حمام. أنا المؤتمر الإسلامي الإريتري يترأس التحالف حاليا، وقد كان سابقا على مشارف إعلان تجميد عضويتي من التحالف في مؤتمر 2011. كيف تقيمون هذا التطور بصورة أوضح؟ هل سقطت التهم التي ألصقت بكم في فصلكم من الاتحاد، أم أصحابها لم يتمكنوا من توفير أدلة لازمة، وبالتالي كانت النتائج الأخيرة في الاجتماع التحالف تتويج طبيعي للمؤتمر الإسلامي؟ ده سؤالي أنا، وما عارف أخذ تكرريت لأنه آخر واحد كده، وبعده أدي الفرصة لأستاذنا أبو همام. تكرريت ممكن تأخذ المايك تسأل سؤالك، وبعد أبو همام يجاوب على الأسئلة اللي طرحت له. اوكي، تحياتي لك يا جساب. انا سؤالي طبعا كنت قبل سالت حقيقه، كنت عايز اهم اقول للقوى الوطنيه انه كيف نركز على المؤتمر الوطني القادم ونساهم فيه بقوه لو جات الافكار في الاتجاه ده، لانه انا بعتبر المؤتمر الوطني هي نقطه هامه جدا. لو لاحظنا انه بعد المؤتمر التوحيدي للتحالف في 2008، ولما شعر التحالف بانه محتاج لمساندة الاخرين واتى بالمفوضيه الوطنيه، ومن اجل المصلحه بتاعت المفوضيه الوطنيه والتحالف ومستقبله، حصلت خلافات داخل التحالف ادت انه حزب الشعب يطلع. بعد ذلك استمرت المسيره، ودي ما اقدر اديكم فيها المحاضره، والناس توجد الكلام ده بقيام المؤتمر يعني الوطني. الان المطلوب التحالف كباني اساسي للمجلس الوطني، والمكونات الموجوده داخل المجلس الوطني من القوى السياسيه والموجوده خارج المجلس الوطني،
يعني الجبهة المتحدة والتحالف والتنظيمات خارج المجلس الوطني وخارج التحالف والتنظيمات الجديدة بما فيها التنظيمات القديمة الخرجت من التحالف زي حزب الشعب والإنقاذ وبما فيها الكنامة، حتى لو تراجع لو ترى لازم شرط يتراجعوا عن موقفهم في إساءة للرموز الوطنية، دول لو كلهم مع بعض كده كقوة سياسية اجتمعت وحاولت وصلت لفكرة كيفية إنجاح المؤتمر الوطني القادم، أرى دي المهمة المفروض نحن نساهم فيها كلنا. الموضوع الثاني، أنا يعني أقدر الشعب الإريتري وأنا أحد أبنائه، يعني سنين طويلة دعم الثورة الإريترية، ولكن بعد الاستقلال يعني بعد الاستقلال وبعد ما جاء الطغمة الحاكمة زي فترة الهمة بتاعت الناس كأنها ملت وهي تقدمت، فشايف طوالي الضرب على إنه القوة المعارضة ما متحدة. أنا في تقديري والمعارضة دي الآن بتشتغل في ظروف سيئة، والنسبة الشغالة في المعارضة من القوى السياسية أو من عدد المواطنين الإريتريين نسبة بسيطة، إذا كثر عليها الضرب والجرح والتأليم وإنكم أنتم فاشلين وإنكم أنتم ما قادرين تقدموا شيء، يعني هل هو المطلوب إنه حتى هذه القوى اللي تتحرك ذاتيا من جيبها من نفسها يعني ما في دعم يقال عليه وكذا إنها تتوقف وتتوقف المسيرة، ولا المطلوب بإنه الشعب الإريتري المفروض يحتضن هذه القوة ويكون عنده يعني قوة بتاع التنسيق عالية جدا يقرب بيناتها؟ فأنا أرجو إنه التلاوم ده نحن ننتهي منه وتمشي المسيرة يعني لقدام. المسألة الثالثة بتاعت التحالف أو تنظيماته، أنا في أخ اتكلم عن إنه التحالف يعني يسيب دائراه عشان كده موجود، أنا أقول الكلام ده غير صحيح. نحن كقوة سياسية عاوزين التحالف ده يكون موجود وعاوزين المجلس الوطني يكون موجود، لكن الأولوية للمجلس الوطني باعتباره الجزء الأكبر. فلذلك وصف الناس بإنه والله التحالف لأنه دائراه إثيوبيا أنا أعتقد غير دقيق الوصف ده، إنما القوة السياسية بنفسها محتاجة لوجود التحالف ومحتاجة إنها تتواجد في إثيوبيا. الآن الخيار الموجود بالنسبة للمعارضة هو إثيوبيا، وإثيوبيا حبيناها أو كرهناها هي جارة كبيرة ومحتاجين نتعاون معها في المستقبل. والقوة الجديدة دي أنا ما درت فيها محاضرات، لكن برضو عاوز الناس تفهم المسألة دي، يعني ما تجرح كثير في موضوع التواجد في أثيوبيا، هي كيفية الاستفادة منها في المرحلة القادمة. في طبعا سؤال جاء عابر لأخونا أبو همام، يعني في أخ وصفه واحد صاير قال إنه موقفك كنت أنت عايز تبقى عضو في المجلس الوطني أو في مؤتمر الوطني ولا في المجلس تاع ولاية كسلة، وأنت الآن موقفك حيكون كيف؟ ففي أخ رد عليه وقال له أترك السؤال هدام، أنا أعتقد الحرية للقول في الرأي ما يعتبر هدم، أنا مع احترامي للطرفين، لكن السؤال من حيث هو مشروع، وأنا أعتقد أنه أخونا أبو الهمام لما ترشح في كسلة كان بترشح عن الشعب الموجود، والشعب الموجود يعني شعب واحد هو في السودان وفي إريتريا، فلذلك الترشيح كان طبيعي، والآن المرحلة اتطلبت أنه أخونا أبو الهمام يهتم بإريتريا أكثر من اهتمام بالسودان، ودي مرحلة المفروض نشجعه عليها، فما فيها أي إشكالية يعني أرى في المسألة دي. بعد ذلك المطلوب من القوى السياسية وقوى المجتمع المدني، أنا أعتقد أن قوى المجتمع المدني الإريتري هي عبارة عن قوى سياسية ومناضلين قدام، يعني ما وصلنا مرحلة الدولة عشان نقول والله قوى المجتمع المدني دي كله ما تكون موجودة. في كثير من الدول زي في بولندا ريش فاليشا اللي كان عامل تعدان وكان عنده قوة تاعت عمال وكده بقى رئيس وزراء، وفي بلاد تانية كثيرة، يعني حتى حزب الخضر في البداية بدأ منظمة مجتمع مدني ثم بعد تطور إلى حد سياسي وصار يحكم. فأنا بقول برضو القوة السياسية القوة المدنية الإريترية دي هي معظمها قوة سياسية، فلا بد أن نتفق على مع بعض كده إنه كيف نقدر ندير العملية النضالية في ما بيناتنا، فما نقول والله أنتوا قوة مدنية عليكم تتبعوا فقط والقوة السياسية، القوة السياسية المفروض تقود، لكن أنا بعتبر حتى القوة المدنية الإريترية يعني أكثرها ومعظمها وغالبها هم عبارة عن ناس يعني سياسيين. يمكن دي يعني الحبيت الداخل بها، ولذلك أنا الآن أدعو التحالف كمظلة سياسية والمجلس الوطني والقوة الداخلة كل هذه القوة تكون في مظلة سياسية للقوة السياسية وتكون في مظلة جامعة للقوة المدنية، ولا بد نحن نناضل مع بعض في المسألة دي، وإن شاء الله يكون في توفيق يعني. وأنا ما داير أتكلم أكثر من كده مع أنه عندي حديث كثير، لكن برضو في ناس آخرين عاوزين فرصة، وشكرا لاستماعكم لي وشكرا جزيلا والسلام عليكم. آه
شكرا استاذ رمضان. انا قبل ما اضع المايك كمان بس تعقيب على استاذ كلام استاذ رمضان وبالاضافه للاستاذ ابو همام عشان يتناول الجزئيه دي، انه ان يكون هناك مظله سياسيه وهناك مظله اخرى يعني تجمع السياسيين والمدنيين. لماذا لم تكن هناك كتله سياسيه داخل المظله المدنيه؟ يعني مظله واحده السياسيين يعملون كلوبي داغط او ككتل سياسيه تعمل من اجل الحفاظ على هذه المظله من الداخل حتى لا تتفتت. لماذا هي تراغب او تنتظر يعني او تحافظ على من اجل ان لا يسقط تسقط هذه المظله؟ ده السؤال. وابو همام رمضان معلش استاذ رمضان علقت على وعقبته. ابو همام الميكروفون لك. شكرا. اشكر الاخوه على هذه المداخلات اللطيفة، وبرضه أنا متابع القفشات بتاع بدر الدين وانجبه دي، برضه هي قاعدة تطير لنا النعاس كويسة برضه. المهم كان عندنا سؤال الأخ الفاضل روماي والذي تحدث فيه عن الجلحات والأشياء دي. نحن طبعا لسه ما شفنا صورته لكن برضه حنقدر نعلق بعد نشوف صورته. المهم انتوا تفضلوا لنا يوم جيبوا لنا صورته. بالنسبه وما يتكلم في الدور الاسيوبي، وانا الدور الاسيوبي طبعا اتكلمت فيه لما اتكلمنا عن الاخ سؤال الاخ حامد. ف برضو انا ما زلت اقول ان اثيوبيا زيها وزي اي دوله داعمه. نحن يعني انتوا لو كان استضفتوني انا قبل رئاسه التحالف كان يعني حيكون في كلام كتير، لكن عموما الان نكتفي بانه ان احنا الدوله الداعمه دي برضو الاخفاقات حقنا ما نعلقها فيها. هي زي ما قال الاخ وماي، حتى لو هي دار تدعمنا لو ان احنا كان عندنا وعي وكده نقول والله خلاص المظله الفلانيه تكفينا المظله، لكن اي واحد تاشر له بالاصبع يجي جاري هنا ويعمل مؤتمر ويعلن تنفيذيه ويعلن، فوين يكون الخلل؟ يكون في الدوله الداعمه ولا في المدعوم؟ فدي برضه مثلا انا ارى ان احررها بالحوار. بالنسبه للأخ والسب قال المؤتمر الإسلامي كان يعني عليه تهم، وكيف الآن يعني يصبح منه رئيس أو كده؟ هل سقطت هذه التهم أو كده؟ قال المسألة دي زي ما تعرف أنت خلافات الإريتريين الكثيرة، أنا براي بعزوها إلى أنه الواحد لما يشوف الصف طويل وما حيصل للقيادة بيقوم يفتش له تهم كده ويجيبها وكده، وعلى أساس يطلع ويعمل يبقى هو رأس من الرؤوس ذكرها قبل أحد الإخوة، ويشوف الصف طويل ومتين حيصل الرئاسة هذه كل الخلافات هي في النهاية تلخص في هذا الشيء. لا تهم ولا يحزنون لأنه يعني هو شخص ويعني عفى الله عنا وعنه وجاب تهم وعمل أشياء وكذا وقال في تهم وعندي أدلة وعندي غير ذلك. بعد ذلك لا شفنا أدلة، ونحن مش الآن وصلنا إلى الرئاسة، إنه نحن في نفس الأيام اشتركنا في مؤتمر أواسة بكامل طاقمنا يعني زينا وزي أي تنظيم في التحالف. أما الرئاسة الآن يعني جينا فيها بالشيء قريناه في التداول بس ليس إلا، يعني ما لأنه كذا يعني التداول زي ما نحن جينا كل التنظيمات التحالف الآن حتيجي أي تنظيم سبق له الرأس ما حيجي إلا بعد تنتهي ترأس كل التنظيمات الأعضاء إلا من أبى، ولذلك نحن جينا في هذا الإطار يعني ما كان فيه يعني تهم عطلتنا، وليس يوجد تهم من أساسه، وإنما رجل طال عليه صف كيف يصل إلى القيادة ولقى القصة دي طويلة فحاول يخرم كده والتخريمة ذاتها ما نجحت. وعموما هذا ردي، يعني أنا ما قاعد أتخوف من الأسئلة أصلا زي ما قال الأستاذ رمضان قبل شوية. بالنسبة للأخ تكرريت برضو يعني هو كان سأل سؤال أنا قبل ما فهمته، اللي هو المنظمات الجماهيرية وكيف ما نفعلها وفي أوروبا وأمريكا وين وين وين. والله أنا شايف دي سواء كان في التحالف أو سواء كان بالنسبة للتحالف، طبعا الآن نحن قولا واحدا تركنا المسائل الجماهيرية للمجلس الوطني حتى لا يحصل تضارب وكده وازدواجية، لكن المجلس في الحقيقة تعوق المسائل المادية، المجلس الوطني تعوق المسائل المادية عشان ما يصل. يعني نحن كنا زمان لما نتلقى التقارير يعني عندنا دكتور اسمه تولده هناك في دكتور تولده في أمريكا، يعني هو مسكين حتى ما يقدر
يمشي بين المدن الأمريكية عشان يصل الإريتريين ويفهمهم رسالة المجلس. عندنا أخ في كندا نفس المشكلة. ناس أستراليا يمكن هم الوحيدين اللي يخدموا نفسهم بنفسهم ويطلعوا اشتراكاتهم وكذا، ناس الأخ منير هناك. وفي السودان حدث ولا حرج مع الدواعي الأمنية أيضا، المسائل المادية وهكذا يعني. فالمشكلة في الحقيقة تواجه المجلس في الانسياب نحو أو تفعيل الجماهير هي مسألة مادية حسب علمي أنا. وكثير من الإخوة بينوا استعداد وحماس وكذا، أنا يا حبذا أقول هذا الحماس لو كان برضو عملي، وإنه قدروا أقل شيء يفعلوا لنا أوروبا وأمريكا والمناطق ديك وأنفقوا وكذا، فلا شك لو الجماهير دي ما تفاعلت مع أطروحات المعارضة، المعارضة ما حد يتقدم أصلا، هذا شيء معروف. ويعني في الحقيقة ده كلام جميل الأستاذ رمضان، يعني برضه هو كلامه كان في مجمله كلام جميل، وأشكر جميع الإخوة والمايك معكم. شكرا أستاذ أبو همام لأجبتك لجميع الأسئلة وبكل صراحة وشفافية، وده فعلا اللي كان مطلوب من الإخوة. وما شايف نجبة، ما عارف عنده سؤال ولا حاجة. نجبة ممكن تاخذ المايك. اوكي، السلام عليكم استاذ ابو هام. يمكن الاجابه الاخيره انا خلتني اشيل المايك واتكلم، على انه هناك المجلس الوطني، يمكن انت ما مسؤول من الحته دي، لكن اتناول الحته دي. بس معلش، علاقه المجلس الوطني بالجماهير ما واضحه تماما، ما في لجان مساعده ولا في مناطق ما فيها مساحات ذاته، يعني اعضاء المجلس الوطني اذا كان هو عايز يغطي كندا كله شخص واحد من الصعب جدا. المفوضيه برغم العلل اللي كان عنده، برغم التجاوز اللي كان يتم، هناك علاقة واضحة في لجان مساعدة، وكان لها امتداد ولها تواجد في كل المناطق، وكان لها في مشاركة جماهيرية. نصف التذاكر ولا نقول ثلاثة أرباعها كانت على عاتق الجماهير الإريترية، كانت اشتراكات وكان عمل. وين النقطة دي؟ المفقود شنو؟ شنو اللي حصل ضياع هذه الحلقة؟ يعني الحلقة دي مفقودة الآن، لا مجلس وطني، لا تحالف قادر ينزل للجماهير، لا قادر يخلق قناة بينه وبين الجماهير، لا قادرين يستفيدوا من القاعدة الجماهير اللي قاعدة تتحرك في المظاهرات وغط مغطية الدنيا كلها. دي ما أصلا باعتبارها طاقات متحركة، طاقات ممكن يسخر المجلس، يسخر التحالف في إطار المعارضة الإريترية. هم ديل ضد النظام، ليش ما قادرين يستفيدوا من الحتة دي؟ أتمنى أستاذنا أبو همام يجاوب. حتى الناس بتخسر بقروشها، تمشي للمظاهرات وتبني وتعمل الأشياء دي كلها، كان يستفيدوا منها الأطر دي لو كانت بتعمل بالتصاق مع الجماهير والالتحام. حتى يعني. انا اعتقد انه حتى الشباب تم سرقته من المعارضه بسبب هود عدم ملء الفراغ. ما مليت الفراغ غيرك قاعد يملاه، ياخذوا اذا كان اثيوبيين ولا غيرهم. هنا المساله، يبقى غياب المعارضه الاريتريه المؤطره في التواصل مع الجماهير هو اللي ادى الشباب في حيره، ما عارفين يمشوا وين، ما عارف بعد ذاك تصطادم اثيوبيا، تصطادم اطراف اخرى. اتمنى التوضيح، ما هي المشكلات؟ الحلقه المفقوده دي فقدناها كيف؟ وين المشكله؟ يعني بدل ما انه المعارض يستفيد من القاعده الجماهيريه الممتده، في حاله فراغ، ما في تواصل بين المظلتين والجماهير، القاعده الجماهيريه. المايك لك. الصوت يقطع يا نجب. انا اجيب ثواني بس اخذ مسوع برضو سؤاله، وبعده يجي ابو همام. بس ثواني مسوع، ممكن تاخذ المايك وتسال سؤالك عشان منه يجينا ابو استاذ ابو بركاته. اخي الكريم ابو همام، انتكم ازمات اريتريا في فتره الكفاح المسلح، وحاليا من الازمات وحاليا أحزاب سياسية، وكما قلت أنت إثيوبيا تجيب قاعد من جميع أنحاء العالم الإريتريين وتجعل منهم كيانات إريترية، لكن هؤلاء الإخوان الذين يأتوا من الخارج جلهم لا يعلم عن الكفاح الإريتري أو في فترة الكفاح الإريتري عن إريتريا الشيء. فأنتوا كمنادلين إريتريين قدامى وتعرف إثيوبيا وعدائها للشعب الإثيوبي، الشعب الإريتري، وإن كانت اليوم لمصلحتها تستوعب قاعد
أو تساعد قاعد المعارض الإريترية. لكن يا ترى ما تتعلموا أنتم كسياسيين إريتريين من الدرس اللي حصل للصوماليين؟ إثيوبيا من قصته لن تجيب صوماليين من جميع أنحاء العالم وتجعل منهم في بعد سقوط الرئيس الصومالي سياد بري تجعل منهم يقتلوا بعضهم البعض ويدمروا بلدهم. وما وإيش المانع اليوم إثيوبيا أن تجعل في إريتريا فيما بعد الحكومة هذا إذا لا سمح الله إذا سقطت هذا الحكومة هذا إثيوبيا؟ هل من 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 يمنعها من الدخول إلى إريتريا؟ شكرا. شكرا ما سوى أستاذ إدريس همت. بس ثواني أنا أخذ الأسئلة دي للضيف وحاجيك راجع أستاذ إدريس همت ثواني بس. أستاذ أبو همام ممكن تجاوب على الأسئلة؟ مسموع 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 أستاذ أبو همام. أوكي. طيب في الحقيقة أنا يعني سمعت أي الأسئلة اللي فاتت دي ما سمعت منها شيء لأنه الصوت قطع عندي وطلعت ودخلت وكده. فلكن شايف هنا سؤال مكتوب بأنه هل إثيوبيا تدخلت لعدم يعني التجميد عضوية الكونامة وكده. فحسب علمي أنا ما اتدخلوا نهائي ما اتدخلوا. و الشيء الثاني الناس برضو قاعد يتكلموا لسه في موضوع المجلس و كان نجبه برضو سأل علاقة المجلس بالجماهير غير واضحة يعني قال ما زي المفوضية وكذا وكذا. كلامه صحيح في الحقيقة وأنا يعني أرى أنه تضافرنا محتاج المجلس محتاج لتضافرنا في الحتة دي كلنا نتضافر الآن في الفترة المتبقية دي على أساس أننا نقدر نفعل الجماهير مع المجلس وإيش هي الإشكالات الحقيقية. وأنا يعني هذه الإشكالات جزء منها أراه مادي وجزء منها أصلا عدم مبادرة وعدم يعني عمل آليات لهذا الأمر. زي ما قال المفوضية هي اشتغلت في الموضوع دي فهذه مسألة من إمكانيات الجماهير زي ما كاتب انت حسه قدامي يعني هنا. ونحن نتمنى انه المجلس يتدارك هذا الأمر في هذه الشهور المتبقية ونحن معه وداعمون له في هذا الاتجاه ان شاء الله. تفضلوا المايك معكم. شكرا. بعدين اي برضو ممكن يكتبوا ممكن يكتبوا الأسئلة لانه انا الصوت احيانا ما قاعد يتضح لي. ففي حالة لو كتب على طول الكتابة واضحة معنا يعني انا ارى عشان ما يضيع اي سؤال يعني عشان بعض الإخوة ما يظن إنه قاعد نزوغ من الأسئلة ولا كده. شكرا. لا جميل أستاذ ممكن أي أنوه اليوم حتى لو عندكم أي أسئلة لأنه في مشكلة في الصوت عنده ما قاعد يسمع كل الأسئلة وعشان كده أسا يمكن مصوع كان سأل سؤال يمكن ده كان فات عليه وعلى ما أعتقد. أنا أقول أحسن لو قدروا الناس اللي عندهم كيبورد عربي ولا حتى يمكن انجليزي يقدر يكتب السؤال مباشر في البورد وهو يقدر يتابع السؤال ذاك واثناء ما يجاوب لأسئلة الإخوة ممكن بدوره يجاوب على الأسئلة في البورد برضو. بس ممكن تكتبه بوضوح سؤالك وكذا. أنا أدي الأستاذ إدريس همت المداخلة دي وممكن ياخذ المايك. أستاذ إدريس همت ممكن تاخذ المايك. شكرا الأخ السبت. بس أنا ما عندي يعني قبيل في خلال الأسئلة اللي طرحت للأخ إدريس أبو الحمام في سؤال يبدو سقط سهوا منه ربما وفي سؤال قال هو ما واضح لي وكان يعني فيما يتعلق بالسؤال اللي سقط سهوا منه هو الدور القطري. كان هناك في
في كلام يتقال عن المبادرة القطرية، أنه في مبادرة قطرية ومبادرة قطرية، وأنه التقوا برئيس المجلس مع مفيزة المجلس ولا غيره، وأنه في مبادرة ما دار حولها الكثير من اللغط. يعني عاوز أعرف بالضبط يعني شنو المعلومات اللي ممكن يعني يتيحها هو للناس، ما بالضرورة يكشف كل شيء، لكن يعني إذا كانت هنالك أشياء توضح هذه المسألة. ده الموضوع اللي اعتقد الاخ ابو حمام اللي فات عليه. الموضوع الثاني فيما يتعلق بالموضوع اللي قال هو ما قدر ما يستوعب السؤال، انا يعني اخذت الكلام اللي كتبه عمر جابر كنموذج في، وبترى انه النظام في اريتريا اصبح خطر على السلم والاستقرار في المنطقه، بالاضافه الى كده بيقول انه النظام فاقد للاهليه لانه بيتصرف ما بيتصرف كدوله وكنظام وكده، وشعب الاريتري اصبح هائم على وجهه في كل المواقع وكده، وبالتالي يعني الشعب الاريتري قاعد يعاني الامرين من هذا النظام. هذا الكلام بغض النظر يعني عن طبيعه هذا الكلام وكده، اذا كان ده هو الموجود وفي احتمال انه مجلس الامن يستجيب للدعوات دي اللي قدمها الايجاد، قدمتها الايجاد دول الايجاد صح دول الايجاد، يعني في سيناريو احتمالات وضعها الكاتب، ولكن بعيدا عن موضوع الاحتمالات يعني اذا كان هذا هو الحال، هل انتم في المعارضه الاريتريه قيادات واجهات للمعارضه الاريتريه عموما يعني القراءات المطروحه من بعض الكتاب هنا وهناك وعمر جابر نموذجا مثلا، يعني ما هي رؤيتكم للكلام اللي قاعد يتقال؟ هل يعني بتحسوا ان المساله دي فيها جديه ولا في مواقف دوليه ممكن تكون عندها تبعات على الكلام ده؟ ده الهدف من كلامي يعني مش المقال فيما معناه، يعني ارجو ان اكون انا يعني الكلام وضحته، لانه حاولت ارفع يدي المره الثانيه عشان اوضح الكلمتين دي. وبعدين مش حامد، انا اسمي ادريس همي. شكرا. شكرا استاذ ادريس همد لمداخلتك الغيمه وللمره الثانيه طبعا، لانه دي مشكله في الصوت زي ما قلت لك، يكون في اسئله كده ما سمعها ويكون ما جاوب عليها، واتمنى المره الاخيره دي انه تكون فعلا سمع السؤالين بتاعتك ويجاوب عليهم. واذكر هنا انه أقول بهذا السؤال نختتم أمسيتنا الليلة مع الأستاذ أبو همام لحضوره معنا هذه الأمسية، ولصدر الرحب لأجوبة الأعضاء في المنتدى هنا والمتداخلين، ويكون هذا آخر سؤال بالنسبة للأستاذ أبو همام. وعلى كده ممكن نقول الأمسية الليلة انتهت، لأنه شايف الوقت حتى صار متأخر، وأديه المايك يجاوب على سؤال إدريس همد، أستاذ إدريس همد، ويودع الجمهور هنا، وإن شاء الله دي تكون ما أول ولا آخر إطلالة، وحيكون زي ما قال فقراي الاتصال بينا والتطورات الموجودة في جسم المعارضة، ويعني زي ما عارفين المنتدى هنا للجميع، يعني كل من له شيء دار يقول وممكن ان احنا نجي نستضيفه هنا، والناس تجي تسأله بكل أريحية ويجاوب بكل أريحية. والمايك للأستاذ أبو همام. طيب، في الحقيقة أشكر الأخ إدريس سؤاله الجميل، وفي الحقيقة هو يعرف أن إحنا أولا الكتاب جميعا وآراء وافتراضات وفرضيات اللي بيفترضوها في مقالات هي كلها محل تقدير، وفي النهاية يعني الناس لا يعني لابد أن إحنا كلنا طبعا، أنتوا أدرى تعرفوا إنه المسألة هي مصالح، يعني مصالح دولية تحيط بالأمر، وكل دولة تقدم رجل وتأخر أخرى حسب مصالحها. يعني الزمن ده الناس ما تتدخل من أجل الشعوب فقط زي ما أنتوا تعرفوا، الناس برضو بتدرس الدول، بتدرس مصالحها وعلاقاتها وكذا، وهذه الادعاءات وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الإيه، أحيانا ادعاءات يعني زي ما تعرفوا يعني قد تتغلب عليها مصالح الدولية،
المصالح الآنية وماذا تكسب هذه الدولة إذا وقفت معه وكذا وأشياء زي دي. فلذلك نحن ليه نحن نصر على إبقاء كتلنا ونفاعلها وعلى إبقاء التنظيمات وإنها تفتح عيونها كويس وإنها كده، على أساس إنه الواحد يعني متوقع في أي لحظة يعني إنه سيناريو ما يقفز إلى الواجهة، وإنه يحصل يعني عشان ما يحصل فراغ، عشان واحد ما يكون فتفت هذه الكتل وثم يحتاج إلى تجميعها بطريقة غير مدروسة في وقت ضيق وغير ذلك. لذلك نحن يعني برضو لأنه الواحد عنده زي ما جاء في السؤال يعني شنو السيناريوهات أو شنو البتاع اللي أنتوا عملتوها، نحن من ضمن هذه السيناريوهات ضمن هذه التخوفات انه نحن قاعد نحافظ على الشيء الموجود في ايدينا ويعملوا ويعيشوا جنبا الى جنب، ويريدوا ان يعني يزيحوا هذا النظام من رؤوس الشعب وان يحافظوا على هذه التهيير فيها. الحقيقه ده برضه من الايجابيات التعد لهذه المعارضه بشتى اطيافها والوانها، لكن نحن كلنا يعني